بصراحة اليوم شفنا شيء يبهج الصدر ويوسع الخاطر ما شاء الله تبارك الله بأبنائنا الطلاب. نقدم الشكر للمنسوبين المدرسة ابتدائية المجد الأهلية على حرصهم وعلى مجهودهم. بصراحة اللي شفناه اليوم يعني شيء خرافي ما شاء الله تبارك الله. أطفال في الأول ابتدائي والثاني والثالث قدموا نماذج وأشياء يعني بصراحة تدل على الاهتمام والحرص اللي يلقونه في المدرسة. وأبدا أبدا نهائيا يعني في ما حد يندم إذا أنه حط ابنه عند هذول ما شاء الله تبارك الله الكوكبة من المربين اللي فعلا تضع ابنك عندهم وأنت مطمئن. يعني احنا بدينا معه من الصفر من التمهيدي والروضة وإلى الآن الولد في صف رابع. بصراحة يعني لما أقارنه بين أقرانه في مدارس أخرى بدون ذكر أسماء بصراحة ما فيه مقارنة أبدا، وهذا شيء يدعو للفخر طبعا.